سائل يقول: هل الأسباط هم إخوة يوسف وهل هم أنبياء؟ الأسباط قبائل بني إسرائيل، الأسباط قبائل بني إسرائيل، لأن أولاد يعقوب عليه السلام 12، كل ابن من أبناء يعقوب صار له ذرية يسمون بالأسباط بمنزلة القبائل عند العرب. العرب يقال لهم قبائل، أما بنو إسرائيل يقال لهم أسباط، يعني قبائل من ذرية أبناء يعقوب عليه السلام. نعم.